تفضل أخي سعد من القصيم. ألو. نعم تفضل. ألو. نعم سعد السلام عليكم. سلام ورحمة. تفضل. لو سمحت يعني الزكاة إلى يعني أكثر من سنة وكذا. وش فيها الزكاة؟ زكاة بهمة العام. نعم. يعني في أكثر من عام وأنت يعني في العفة هل عليها زكاة ولا لا؟ طيب. والسؤال الثاني خلي يجاوب الشيخ. تفضل الشيخ صالح. نعم الشيحة بالسبحة كذا. طيب بهيمة الأنعام متى تزكى فضيلة الشيخ وإذا كانت تعلف؟ بهيمة الأنعام تجب الزكاة فيها على رأس الحول. نعم. إذا تم عليها حول وهي في ملكه وبلغت النصاب وكانت سائمة يعني ترعى الحول أو أكثر الحول من المباح من العشب ومن نبات الأرض ولا يعلفها إلا إعلافا قليلا فإنها تجب فيها الزكاة. أما إذا كان يعلفها أكثر الحول فليس فيها زكاة إلا إذا كان ينويها للبيع والشراء ينويها للتجارة فهذه عروض تجارة تجب الزكاة في قيمتها عند تمام الحول. نعم.